طيب الله أوقاتكم مشاهدينا، وتغطية مستمرة على شاشة القاهرة الإخبارية لأهم وأبرز مستجدات المنطقة، ونتناول في هذه التغطية مستجدات الأوضاع في قطاع غزة. قطاع غزة في حالة هستيرية. بطل في أمل، يئسنا. أقر جيش الاحتلال بقصف مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين تابعة لوكالة أونروا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. وأسفر القصف الإسرائيلي عن استشهاد ما لا يقل عن 11 فلسطينيا من بينهم 3 صحفيين وإصابة نحو 20 آخرين. هذا وأفادت وسائل أعلام فلسطينية بارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 182 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر من العام الماضي. والمزيد من المتابعة مشاهدينا ينضم إلينا من خان يونس بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية. مرحبا بك بشير، ما أبرز ما رصدته اليوم؟ يعني لو نبدأ بمخيم الشاطئ والذي يقع في غرب مدينة غزة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى باقي المناطق. تحية لكم. يعني بسنت، ما يجري في مخيم الشاطئ هو استمرار للعدوان الإسرائيلي. الزوارق الحربية الإسرائيلية لم تترك المناطق الساحلية عموما، ومن ضمنها مخيم الشاطئ الذي استهدفته بالقصف الإسرائيلي من تلك الزوارق، مما أثار حالة كبيرة من الدمار. يضاف إلى أن هذا المخيم تعرض على مدار أيام العدوان الإسرائيلي إلى قصف إسرائيلي كثيف وعنيف باتجاه هذا المخيم، ما أدى إلى تدميره بشكل كبير. أيضا في شمال قطاع غزة، حيث العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة باتجاه جباليا، بيت حانون، بيت لاهيا، والتي هذه المحافظة التي تقع إلى الشمال من قطاع غزة وتتعرض إلى جريمة إبادة حقيقية بحق السكان الفلسطينيين هناك. الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة على الأرض تقوم بمحاصرة محافظة
الشمال وتطلق نيرانها وقذائفها بشكل مباشر باتجاه المنازل، المباني، الشوارع، الطرقات، كل من يتحرك في داخل تلك المناطق. أيضا الطائرات المسيرة وكذلك الطائرات الحربية تحوم في أجواء شمال قطاع غزة، تطلق نيرانها وقذائفها باتجاه المواطنين الفلسطينيين الذين يحاولون التحرك في شمال قطاع غزة. المدفعية الإسرائيلية كذلك لم تترك تلك المنطقة والتي تواصل قصفها بشكل مستمر باتجاه الشمال. الأوضاع الإنسانية في الشمال متدهورة للغاية، أعداد كبيرة من الشهداء لا زالت ملقاة جثامينهم في شوارع تلك المنطقة، لا تستطيع الطواقم الإغاثية من الوصول إليهم وانتشالهم. قبل عدة أيام القوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت الطواقم الإغاثية في شمال قطاع غزة على ترك تلك المنطقة والنزوح عنها، حتى أنها قامت بتدمير آخر سيارة تتبع للدفاع المدني في شمال قطاع غزة. كذلك المستشفيات في الشمال أيضا باتت متوقفة تماما عن العمل، لم يتبقى سوى مستشفى كمال عدوان. القوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت الطاقم الطبي على النزوح من تلك المستشفى، لم يتبقى فيه سوى عدد قليل من الأطباء، لا يستطيعون تقديم الخدمات الطبية للمصابين في تلك المستشفى، حتى أن الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود بات مفقودا من كمال عدوان، وهو ما يصعب أداء عمل هذا المستشفى في تقديم الخدمات الطبية. يعني إذا ما تحدثنا عن مدينة غزة، القصف الإسرائيلي طال أيضا فجر هذا اليوم منطقة حي الشجيع، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وإصابة عدد آخر من المواطنين. حي الزيتون الذي يقع في المنطقة الشرقية الجنوبية لمدينة غزة أيضا لا زالت القذائف المدفعية تتساقط هناك بشكل متواصل. المحافظة الوسطى ليست بعيدة بسنت عن هذا العدوان، المدفعية الإسرائيلية تقوم بقصف مخيم البريج، مخيم النصيرات الذي يقعان في الأطراف الشمالية للمحافظة الوسطى. فجر هذا اليوم غارت الطائرات الحربية الإسرائيلية باتجاه منزل لعائلة أمونة، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء شهيد. قبل قليل أطلقت الطائرات المسيرة نيرانها باتجاه مجموعة من المواطنين غرب مخيم النصيرات، مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الإصابات. هنا في الجنوب المدفعية كذلك لم تتوقف باتجاه المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، فيما أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية باتجاه مدينة رفح التي تشهد عملية عسكرية إسرائيلية مستمرة منذ 6 مايو الماضي. عمليات النسف كذلك لا زالت مستمرة بحق المربعات السكنية في المنطقة الغربية لمدينة رفح، المنطقة الغربية تماما لرفح التي هي على مقربة من منطقة المواصي، أيضا لا زالت تتعرض إلى إطلاق نيران مستمر من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة على الأرض. بالتالي نتحدث بسنت أن هذا العدوان الإسرائيلي يطال كل محافظات وأحياء قطاع غزة، حتى المناطق الآمنة يطالها هذا القصف والعدوان الإسرائيلي. يعني آخر جملة قلتها بشير بأن تقريبا القصف والاستهداف يطال كل الأماكن في قطاع غزة. لدي تساؤل عن أطقم عمل المنظمات الحقوقية، هل ما زالت موجودة وتباشر عملها بالفعل أم غادرت؟ يعني هذه المؤسسات الحقوقية سواء المحلية أو الدولية وكذلك المؤسسات الإغاثية باتت لا تستطيع تقديم خدماتها للمواطنين الفلسطينيين في ظل تصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين. هنا لا تستطيع أي من هذه الطواقم، وقد أعلنت مجموعة من المؤسسات مرارا وتكرارا بأن الجرائم الإسرائيلية بحق موظفيها، بحق مؤسساتها ومبانيها بات يعني يوقف حائلا أمام قدرة هذه المؤسسات على تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين، في ظل أن الفلسطين هنا في هذا القطاع المحاصر وفي ظل ما يعيشونه من جرائم إبادة هم بأمس الحاجة إلى مثل هذه الخدمات الإنسانية. أشكرك شكرا جزيلا من خان يونس بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية، وأذكرك بأن سلامتك أولا.
أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل أن الأزمة الإنسانية في غزة تتزايد إلى مستوى يعد الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية. أضاف بوريل أن الوقت قد حان لوضع حد لهذا الأمر من خلال وقف إطلاق النار في القطاع وضمان وصول المساعدات الإنسانية والمراقبين الدوليين دون عوائق. والمزيد من المتابعة مشاهدينا، ينضم إلينا من دير البلح أمجد الشوى مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. مرحبا بك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. كيف تتابعون ما يجري؟ يعني مراسل القاهرة الإخبارية بشير جبر قال منذ قليل بأن الاستهدافات تطال كل شبر في قطاع غزة، إذن كيف تتابعون الوضع الحالي؟ شكرا جزيلا. بالفعل نحن نتابع بخطورة بالغة تداعيات هذا العدوان الإسرائيلي على كل مناطق قطاع غزة، بما نخص الشمال في ظل هذا القتل المستمر والمتواصل والمجازر التي ترتكب وكذلك الحصار المشدد الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة. ولكن هذه الجرائم أيضا تطال مدينة غزة ووسط وجنوب قطاع غزة بدرجات مختلفة، ولكن أيضا الحصار المشدد بدأ يطول كل مناحي القطاع منذ بداية هذا الشهر وحتى الآن. نحن نتحدث عن دخول فقط قرابة 700 شاحنة منذ بداية الشهر حتى الآن، في حين أن ما دخل قطاع غزة في شهر سبتمبر يوميا كان يدخل 700 شاحنة. اليوم نحن في ظل هذه الكارثة الإنسانية في قرابة أكثر من 3 أسابيع دخل 700 شاحنة فقط، وهذا يؤشر بشكل خطير جدا على نهج الاحتلال الإسرائيلي في تعميق الأزمة الإنسانية والكارثة الإنسانية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، حيث الجميع يحذر من حدوث المجاعة. وأنا أؤكد أن المجاعة تنتشر بشكل سريع جدا في مختلف أنحاء قطاع غزة. هناك عشرات المطابخ المجتمعية توقفت عن العمل في تزويد أبناء شعبنا الفلسطيني بالوجبات التي يعتمدون عليها في حياتهم اليومية في غذائهم، وبشكل خاص النساء والأطفال، مما يهدد اليوم واقعهم الصحي وحياتهم بشكل مباشر. أيضا حالة العطش، حالة المرض في ظل خروج المستشفيات وبخاصة في شمال قطاع غزة على الخدمة. نحن نتحدث عن أطفال، نساء، مرضى مرتبطين بأجهزة التنفس. الاحتلال الإسرائيلي بعدم سماحه بدخول الوقود إلى تلك المستشفيات والأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك تهديد الطواقم الطبية وتفريغ المستشفيات منها، مما يهدد حياة هؤلاء المرضى والجرحى بشكل كبير جدا. الأمر الذي يتطلب اليوم ليس فقط قلقا دوليا، بل نريد تحركا دوليا جادا لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين. الاحتلال الإسرائيلي يستغل هذا الصمت وهذه المواقف الدولية للإمعان في ارتكاب المزيد والمزيد من الجرائم. يوميا هناك سقوط عشرات من الشهداء ومعظمهم الأطفال، هناك بيوت تنسف على ساكنيها في ظل هذا الصمت الدولي وفي ظل هذه المواقف الدولية المتخاذلة. أستاذ أمجد، يعني أنت مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أعلم جيدا أن هذا منصب صعب جدا في ظل هذه الظروف العصيبة، فسؤالي هنا كيف تباشرون عملكم في ظل كل هذه الظروف الصعبة وفي ضيق ذات اليد؟ يعني أعان الله شعبنا على هذه الظروف التي يعيشها بتفاصيلها المريرة والموجعة، ولا لا يسعنا أي وقت للحديث عن هذه الألام والأوجاع وهذه التفاصيل المؤلمة التي تعيشها هذه الأسر وهؤلاء الأطفال بشكل خاص. يعني نحن نحاول قصارى جهدنا بما لدينا من إمكانيات، سواء على صعيد تقديم بعض المواد الغذائية المتوفرة وكذلك من خلال النقاط الطبية التي تنتشر على الرغم من نقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، إلا أن نحاول جاهدين التخفيف من أوجاع وآلام شعبنا الفلسطيني في ظل الأعباء الكبيرة على المستشفيات. هناك عشرات النقاط الطبية من أطباء ومتطوعين نعمل من أجل إيصال الخدمة الطبية لأهلنا. الدعم النفسي الذي نقدمه للأطفال، والرغم من طبعا الجميع يعلم الجميع تعرض لصدمات نفسية، ولكن نخص الأطفال والنساء الذين يتعرضون يوميا إلى هذه الصدمات وهذه الانتكاسات. إيصال المياه، سواء مياه الشرب أو مياه الاستخدام اليومي، موضوع الخيام وتأمينها والعمل، موضوع التعليم وتوفير مساحات تعليمية، وهو شكل من أشكال الصمود الأسطوري الذي نعبر عنه من خلال هذه المساحات التعليمية التي انتشرت في مراكز اللواء المختلفة لتوفير فرص لهؤلاء الأطفال لتلقي التعليم بعد أن فاتت طبعا خسروا عاما دراسيا كاملا. هناك جهود أيضا في حتى في شمال قطاع غزة من خلال هؤلاء المتطوعين وهؤلاء هذه الطواقم التي تعمل في ظل الخطر. وفقدنا نحن كمنظمات أهلية أكثر من 300
300 من العاملين في المجال الإغاثة الإنسانية بسبب الاعتداءات الإسرائيلية والقصف الإسرائيلي، ولكن على الرغم ذلك نحن مستمرين إلى جوانب طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى جوانب المنظمات الدولية. وطبعا لا أستطيع أن أنسى الدور المهم الذي يبذل في توثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. بالأمس طبعا وجهنا نداء إلى جنوب أفريقيا ورسالة توضح طبيعة هذه الجرائم الإبادة التي تمارس بحق أبناء شعبنا الفلسطيني بالدلائل لنؤكد على ما يرتكب. كيف يتم التوثيق أستاذ أمجد؟ كيف يتم التوثيق؟ هناك طبعا مجموعة مهمة من المحامين الميدانيين الموجودين في الميدان لتوثيق حالات الانتهاكات حالة بحالة، سواء على الصعيد الفردي أو الصعيد الجماعي، وإرسال هذه التوثيقات إلى كل الجهات الدولية ذات العلاقة سواء عن طريق الصور أو الفيديوهات وما إلى ذلك. تقصد يعني عن طريق الصور والفيديوهات؟ هناك نظام توثيق متعارف عليه دوليا، ونحن نقوم بتوثيق قانوني مهم جدا سواء بالصور أو بالتوثيق الفيديو أو بالتوثيق الورقي. وهناك طبعا توكيلات نقوم بها مع الضحايا. طبعا كل الجهود تبذل من أجل عملية توثيق في هذه المرحلة الصعبة، ورغم صعوبتها والتحديات اللي نواجهها التي تواجهها هذه الطواقم على الأرض، ولكن هذه المحاولات مستمرة ومتواصلة. وطبعا عملية فضح لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي من خلال التوثيقات المرئية التي تقوم بها هذه الطواقم على الأرض، وأيضا الاستفادة من الدور المهم الذي يقوم به الإعلام الفلسطيني، وسائل الإعلام المختلفة. فعلا دور محوري. ولكن قبل أن أسألك عن الشمال، أنتم معنيون بالاهتمام بالخيام، خيام النازحين وغيرها من الأمور، كيف تستعدون لفصل الشتاء؟ يعني نحن على أعتاب فصل الشتاء، فقط عن هناك احتياجات خاصة، ما الذي تحتاجونه حتى تستطيعوا أن تستعدوا لفصل الشتاء؟ يعني أشكرك على هذا السؤال بالغ الأهمية. نحن من 3 أشهر ونحن نوجه نداءات وتحذيرات فيما يتعلق بفصل الشتاء. أولا، هذه الخيام الموجودة لا تستطيع أن تصمد لا في مواجهة الريح ولا المطر ولا البرد، لتقي عشرات الآلاف من الأسر التي لجأت لهذه الخيام التي اهترأت مع عوامل الجو التي مرت بها على مدار أكثر من عام الآن. وللأسف ما دخل من خيام أعداد قليلة جدا في ظل عملية النزوح المتكررة ومتواصلة، وكذلك للأسف حتى الأغطية هذه الخيام ما يسمى بالشوادر ما دخل هو كميات قليلة جدا. نحن نحاول من خلال هذه الجهود التي تبذل من جهود متطوعين لترميم بعض هذه الخيام وصيانتها، ولكن أؤكد أن هذه الخيام موجودة في مناطق ساحلية وبعضها موجودة في الوديان، ربما ونأمل ألا يحدث ذلك طبعا. لأن ذلك كارثة في إطار الكارثة الكبرى أن يتم تدفق المياه إلى تلك الوديان، فبالتالي غرق هذه الخيام وحدوث كارثة لا تحمد عقباها بحق عائلات بأكملها، بالإضافة لطبعا استهداف الاحتلال الإسرائيلي لهذه الخيام مرارا وتكرارا، بالرغم أنها في المنطقة التي يدعي الاحتلال نفسه أنها مناطق أمنية مناطق آمنة وإنسانية لن يتم استهدافها. فبالتالي نحن ندعو كل الجهات الدولية من أجل إرسال المزيد من الخيام لمواجهة هذا الفصل. بالإضافة إلى ذلك لابد من ذكر أننا بحاجة إلى الملابس، ملابس الشتاء طبعاً التي تقي أجساد هذه الأجساد النحيلة التي والنحيفة التي طبعاً تعبت في ظل ظروف هذا العدوان وهذه الحرب وهذه الظروف، وفقدت كل ممتلكاتها. يعني من الجميع على من هذه الأسر كانت يعني تسكن في بيوت تم تدميرها وفقدت كل ممتلكاتها ومقتنياتها وخرجت بلا شيء، فبالتالي هي موجودة الآن بدون ألبسة وبدون أغطية حتى لتقيها فصل الشتاء وبرد الشتاء. فهذه من الأمور البالغة الأهمية للعمل باتجاهها والدفع باتجاه توفيرها بأقصى سرعة ممكنة حتى البرد بدأ يدخل طبعا. إلى داخل تلك الخيام والريح، ونحن في منطقة ساحلية على شاطئ البحر، معظم هذه الخيام موجودة على شاطئ البحر، فبالتالي هذا يهدد بشكل خطير صحة وواقع هؤلاء الأطفال والنساء الذين لا يستطيعون الصمود في مواجهة هذا الواقع. يعني لفت انتباهي كلمة أنت قلتها، وهي أن هذه في الأماكن التي يدعي الاحتلال بأنها آمنة. إذن سؤالي عن الأماكن التي بالفعل هي أماكن غير آمنة بحسب رواية الاحتلال، وهي منطقة الشمال والذي طالما طلب الأهالي بالنزوح منها. هل لديكم ما زالت أطقم عمل في الشمال، وخاصة يعني أن الدفاع المدني أعلن بتوقف خدماته في الشمال تماما، فهل لديكم أطقم حتى هذه اللحظة؟
يعني يؤكد هو لا توجد أي منطقة آمنة ولا إنسانية طبعا في طبعا قطاع غزة، طبعا يعني حتى في المنطقة التي يدعي في الاحتلال الإسرائيلي منطقة آمنة وإنسانية لا تتوفر فيها لا مقومات الخدمات الإنسانية ولا تتوفر فيها الأمن في ظل هذه الاستهدافات اليومية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي. ما يحدث في الشمال هو طبعا شكل من أشكال التطهير العرقي طبعا بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. أبناء شعبنا الفلسطيني آثروا البقاء ورفضوا أوامر الإخلاء القسري التي يحاول فرضها الاحتلال الإسرائيلي وبقوا في تلك الشمال. فالاحتلال الإسرائيلي يقوم بعمليات انتقام وقتل ممنهجة بحق المدنيين الفلسطينيين في تلك المنطقة. نحن لدينا طواقم تعمل من خلال مستشفى العودة الموجود وهو تابع لشبكة جمعية العودة الصحية وهي تابع لشبكة المنظمات الأهلية، وهناك طواقم تعمل على موجودة على الأرض من متطوعين لإسناد المواطنين ودعمهم على مختلف المستويات، ولكن دعيني أؤكد لا توجد إمدادات تقديم طبعا طبعا المساعدات، ولكن نحاول جاهدين نقل المياه في بعض الأحيان، مساعدة في نقل المياه رغم الأخطار، وفقدنا الكثير من أبناء المنظمات الإلهية ومتطوعيها في ظل هذه الظروف، ونحن ندعو إلى فك هذا الحصار وحماية المدنيين الفلسطينيين على كافة المستويات. بالنسبة لأطقم المنظمات الحقوقية، أين يتواجدون الآن؟ يعني هل هناك منهم من يتواجد في الشمال؟ أم أين هي المناطق تحديداً الذين يتواجدون فيها بشكل مستمر؟ يعني نحن متواجدين كطواقم موجودين في كل المناطق وهناك لا متطوعين أقصد الأطقم الخاصة بكم، أقصد الأطقم الخاصة بالمنظمات الحقوقية. نعم، المنظمات الحقوقية موجودة في الشمال، بعضها موجود بالشمال لعملية التوثيق ونقل الصورة، وهناك اعتماد على متطوعين لنقل الشهادات المواطنين، وأيضا هناك تعامل وتوثيق لحالات النزوح واستماع لشهاداتهم ونقلها إلى مختلف الجهات. في هذه فهناك جهود تبذل على وفي كل هذه المناطق. نعم فهمت. وفي هذه الحالة ما الذي تحتاجونه الآن حتى تتمكنوا من القيام بأداء عملكم؟ أولا وقف هذا العدوان هي الحاجة طبعا الأساسية لكل شعبنا الفلسطيني، وتوفير الحماية لطواقم الإغاثة الإنسانية والحقوقية من أجل القيام بعملها، وإدخال كل المساعدات التي يحتاجها أبناء شعبنا الفلسطيني لحتى نتمكن من تقديم المساعدة بأشكال المختلفة بمخفف من هذه المعاناة وتعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين في ظل هذه المسبوقة التي يعيشها شعبنا جراء هذا العدوان، وطبعا العمل الحثيث باتجاه مساءلة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق العدالة للضحايا. أتمنى سلمكم الله. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من دير البلح أمجد أشرو مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، شكرا جزيلا. إلى هنا مشاهدينا انتهت هذه التغطية، ولكن التغطيات والنشرات مستمرة مع حضراتكم على مدار 24 ساعة. كونوا دائما معنا.